أتوجه نقابة المحامين ببورسعيد إلى معالي النقيب الجليل عبد الحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس اتحاد المحامين العرب. نتوجه إلى سيادته بخالص التهنئة والتبريكات وعظيم الشكر والامتنان إلى ما قدمه وما سيقدمه في تلك الدورة، ونقول أننا بإذن الله سيكون النقيب عبد الحليم علام خير خلف لخير سلف، ونتمنى له كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.